مراسلتنا من رام الله ولاء السلمين تنضم إلينا. ولاء، ما الذي تحمله جولة التصعيد التقليدية أو المعتادة التي دأبت عليها جماعات المستوطنين وكذلك قوات الاحتلال؟ حدث قبل ساعات من الآن أصيب عدد من المواطنين خلال هجوم شنه مستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرية البرقة شرقية رام الله. هذا وكانت هناك مجموعة من المستوطنين يعني من الجهتين الشمالية والغربية قد هاجمتا القرية ورافقتهم قوات من الاحتلال التي تحميهم وسط إطلاق نار باتجاه المنازل، كما هو أحرقوا منزلا وبركة للأغنام. يعود للمواطن نظام علي العصام بعد ذبح عدد من رؤوس الماشية، كما وقامت قوات الاحتلال وأيضا مجموعة المستوطنين بمحاصرة الأهالي الذين توافدوا بإسناد النيران في البرك وأيضا في المنزل. وأصيب عدد من الفلسطينيين. نتحدث عن وصول 6 إصابات إلى مجمع فلسطين الطبي، وإحدى الإصابات كانت خطيرة في الصدر وتم إدخالها لغرفة العمليات. نتحدث أيضا عن إصابتان بجروح متوسطة في الصدر. أما الإصابات الثانية والمتتالية التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي فهي ما بين جروح متوسطة وطفيفة في الأطراف السفلية وأيضا العلوية. بعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال من المكان بعد أن يعني هاجم المستوطنين هذه القرية وحرق منزل وبرك للأغنام، وأثر هذا الهجوم عن 6 إصابات للفلسطينيين. ولاء، طول كرم كانت مسرحا لتصعيد كبير جرى على مدار 48 ساعة تقريبا متصلة إلى حين أعلنت القوات الإسرائيلية أو قوات الاحتلال انسحابها من طول كرم. ما الذي كان بعد ذلك بعد إعلان هذا الانسحاب؟ نعم، بعد انسحاب قوات الاحتلال تمكنت الطواقم الطبية من الدخول إلى مخيم نور الشمس وبعد ذلك انتشال مفاهيم الشهداء. كما أوضحت بيانات وزارة الصحة أن حوالي 14 جثمانا تم انتشالهم من مخيم نور شمس وأثر عند صلاة العصر. كانت يعني موكب جنازي مهيب في تلك اللحظات في الوداع وارتقاء هؤلاء الشهداء وتسليحهم إلى مثواهم الأخير في مخيم نور شمس وأيضا في مدينة طول كرم. أيضا نتحدث عن مزيد من التصعيد في الضفة الغربية، حيث كان هناك اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة حصان غرب بيت لحم، وأيضا مستعمرين ومستوطنين هاجموا منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية. إذا هذه ظل الأوضاع في الضفة الغربية، لا سيما أن قوات الاحتلال بدأت باقتحامها لبلدة بيت أمر والاستيلاء على مركبة لأحد المواطنين. ولاء السلمين مراسلتنا من رام الله، أشكرك شكرا جزيلا.